مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد من أيام المحترف. قناة النادي الأهلي يمكن منذ نشأتها وإحنا بنقدم محتوى محترم جدا على مستوى الشعبي، على المستوى الجماهيري، على مستوى النقاد. أعتقد قناة النادي الأهلي بتقدم محتوى جيد جدا تحت شعار كبير جدا جدا، مبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي. أنا على المستوى الشخصي من أول ما اشتغلت هنا في قناة النادي الأهلي، أكيد الواحد فخور إنه يشتغل تحت أي شعار يحمل شعار قناة النادي الأهلي أو شعار النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي بنقول لكل القائمين عليها ألف مبروك، من أصغر عامل لأكبر واحد شغال في هذه القناة المحترمة. قناة النادي الأهلي بتحصد أفضل قناة رياضية في مهرجان الفضائيات العربية. إن شاء الله بإذن الله بنقدم لحضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كل ما هو جديد، كل ما هو مفيد، كل ما هو محترف بلغة كرة القدم وجميع الرياضيات، الرياضيات، لكن على مستوى كمان زي ما بقول الحالة التنافسية، ومن خلال السوشيال ميديا وأضواء السوشيال ميديا يبقى اسم النادي الأهلي اسم مميز جدا. زي ما بقول لحضراتكم، أي شعار بيشتغل تحت شعار النادي الأهلي بتلاقي كل الناس اللي شغالة فيه ملتزمة بسياسة معينة محددة تحت شعار الاحترام، ودايما دايما دايما يا رب إن شاء الله تكون على مستوى قناة النادي الأهلي، على مستوى الفرق، على مستوى البطولات، على مستوى فرقتنا فريق النادي الأهلي لكرة القدم، إن شاء الله بيحصد الكثير والكثير من الجوائز والكؤوس والدروع. ده طبعا أفضل نادي، أنا بالنسبة لي أفضل نادي على مستوى العالم كله. جماهير النادي الأهلي بتحب ناديها يعني بشيء يعني بعمق كبير جدا جدا جدا، وبتكون سعداء بأي إنجاز سواء على مستوى الإداري على المستوى الفني. فتاني بقول ألف مبروك ودايما إلى الأفضل. إن شاء الله بنوعد حضراتكم إن شاشة قناة النادي الأهلي دايما بتقدم لكم الأفضل والمحترم واللي بيليق باسم وجماهير النادي الأهلي واللي بيليق وباحترام كل من يشاهد قناة النادي الأهلي. ألف مبروك مرة تانية لقناتنا، وإن شاء الله كل سنة بإذن الله تفوز هذه القناة وقناة النادي الأهلي بجوائز التقدم على المستوى الإعلامي.